أعلن الجيش الأردني عن تضرر المستشفى العسكري الميداني الذي أقامه في خان يونس جنوب قطاع غزة بسبب قصف إسرائيلي في محيطه، كاشفا عن إن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة فلسطيني من غزة كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة وإصابة أحد الأردنيين العاملين في المستشفى. وحمل الجيش الأردني قوات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية حول سلامة المستشفى الذي تقوم بواجبه الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية، مؤكدا أن الاعتداء على المستشفى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.